احنا بناخد الطاقه والطاقه الايجابيه من سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعايزه اقول له حضرتك يعني جميل قلبا وقالبا، ربنا يديمك علينا يا رب ويحفظك لينا. المبادرة دي جت في ميعادها قبل رمضان. حقيقي مبسوطة جدا ان انا كنت مشاركة في حاجة زي دي، وسعيدة جدا بالحدث الكبير اللي بيحصل النهاردة. وكل سنة وانتم طيبين على الخير اللي بيحصل ده. بنقول ربنا ينور بصيرتك دايما وقلبك للخير، وشكرا. ساعة الناس المحتاجة اللي مش معاها ان هي تجيب الحاجة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اليوم النهاردة جميل جدا. شكرا للحرس الوطني كتف الكتف. دايما مع بعض وكتف الكتف. بنحبك يا سيسي.